بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض المحاضرة رقم 15، والمحاضرة 15 هنبدأ إن شاء الله بإذن الله نكمل المعماري بتاع البرج اللي احنا بصدد إن شاء الله تصميم كل جزء فيه من خلال الدورة، سواء كان يدوي أو كان بالبرامج، ونحاول نخلي البرامج دي تكون النتائج بتاعتها قريبة من الكود المصري، زي ما أو ده كان هدف الدورة الرئيسي، إن احنا ناخد التصميم طبقا للكود المصري من الألف إلى الياء. نضيف لهذا إن احنا نخش على برامج التصميم ونحاول نطلع منها داتا أو نطلع منها نتائج بتطابق إلى حد ما الكود المصري. احنا هنا تقريبا خلصنا جماعة، كان لو انا بشتغل ارض وخمس علوي، وهنا كان في استفسار صغير لحد زملاء بيقول ان الجيب اللي انت عامله هنا، الجيب اللي انا عامله هنا مش مناسب مع العمق، يعني احنا اتفقنا ان المسافة من هنا لهنا تكون نص المسافة دي، فهو عايز يبقى المسافة اللي هنا اللي بره دي تكون نص المسافة دي. المسافة دي انا قطعتها على جزئين، يعني يعتبر بقى جيب كبير منه جيب ايه صغير. الجيب الكبير ده مغطي لي الطلب بتاع الايه، ان يكون نص العرض، ان يكون العرض بيساوي نص الايه الطول، دي 3.16 ودي 3.62. هو بيسال لو ان هو يخلي هنا 7.24 متر اللي هي من اول نقطه لحد الاوضه الجوانيه، هنا 7.24 متر لما اقسمها على 2 تديني 3.5، تديني 3.62، فالمفروض دي تبقى 3.62. في والله بعض المهندسين التنظيم فعلا بيطلبوا الطلب اللي بيسال فيه الاخ زميل، ان طلب هذا انا هعمل شيفت للاوضه دي واعمل شيفت واظبط الايه المقاسات بتاعتي واخلي له ديت بالمقاس الايه المطلوب. انما في ناس ثانيه او زملاء ثانيه بالنسبه لبتوع التنظيم بيقبل مني الرسم على هذا الوضع، ان يكون العمق الاولاني ده 3.62 متر، يبقى المفروض ان العرض الاولاني هو نصه، لما اجي للعمق الثاني 3.62 متر يبقى العرض الاولاني هو ايه نصه، فبعمل جيب مكسر بالشكل اللي احنا ايه شايفينه ده. ده جانب بس كنت عايز ارد على الزميل فيه، وملحوظه طيبه ان شاء الله. نكمل باذن الله البرج. انا هنا طبعا اخر محاضره وقفنا على ان انا حطيت المصعد بتاعي في المنطقه دي، ورحت جاي لافف حواليه الكور بتاعه بدون حسابات وبدون اللجوء لتدقيق مكان الكور. يعني احنا لو ادينا اللوحه ديت لاي مهندس زميل قلنا له والله حط لي هنا الشيرول، هيشوف فين المصعد ويجي حاطط حواليه الشيرول، هل ده صح؟ هل ده غلط؟ ده ان شاء الله هنتابعه، وهنتابعه بالحسابات، هنتابعه بالحسابات، لان انا من المفترض ان انا يدويا اخلي المنشا ده في افضل حالاته لاستقبال احمال الزلازل. بعد كده ابدا اشتغل بيه على البرامج، يبقى انا هضمن الاستريسز، لان انا في النهايه خالص يا جماعه سواء بنصمم بايدينا، بنصمم ببرنامج، بنحط حسابات رفلي كده زي السوق، انا في النهايه خالص عايز يكون الاستريسز تحت العمدان وتحت الشيرول وتحت اي جزء من المنشا تقريبا متساوي، عشان اضمن الهبوط المتساوي، لان مشاكل الاساسات كتير جدا جدا يعني. وان شاء الله في التصميم بتاعنا احنا هنقسمه على كذا مرحله، وهنمشي بارل، يعني هنصمم الاساسات طبقا للكود المصري، وهنتكلم على كل انواع الاساسات بالتفصيل، وهنحط عليها ان شاء الله امثله توضيحيه، ويعني زي ما تقول كده احنا هنفهم يعني ايه سويل ميكانكس، يعني عايز افهم يعني ايه سويل ميكانكس، لانه من اخطر الاماكن في المنشا مش السكيلتون يا جماعه، اخطر اماكن المنشا هو الاساسات، هو الاساسات. فاحنا مش عايزين كمهندسين نبعد عن اماكن الخطوره في المنشآت، يعني دايما انا بشوف الزملاء مهتمين جدا جدا بتصميم العمدان، مهتمين بتصميم الكمر، مهتمين بحسابات الترخيم، مهتم يعني ثوره عارمه في السوبر ستراكشر. انما الاساسات، وضع الاساسات، توزيع الاساسات، نوع الاساسات المستعمل، دي من الحاجات الكريتيكال جدا في المشاريع الانشائيه. وان شاء الله زي ما وعدتكم، كلمات الزملاء بصراحه بتؤسرني داخل المنتدى، باذن الله تعالى احنا الدوره دي هنخليها يعني كل ما يخص علم الهندسه
للمنشآت الخرسانية. للمنشآت الخرسانية، فهنمسك المنشأ وهنفهم كل حتة فيه والتصميم بتاعه ازاي، من اول السقف بتاع اخر دور لحد الاساسات وطبقة السويل الموجودة تحتيه. نستكمل ان شاء الله المحاضره. انا اسف ان انا اسهبت في الجزئيه دي، بس انا حبيت ارد على الزميل اللي كان بيسال على الجيب اللي احنا كنا عاملينه، وفي نفس الوقت بشكر الزملاء على مشاعرهم الجميله. ربنا يا رب يا رب يديم دايما علينا العلاقات الحميمه في الله. يعني ان الشيء الجميل ان احنا حتى ما نعرفش بعض، انما العلاقه تكونت في الله، وما لله ده ما اتصل. نبدا نحط السلم السنوي، هنبدا نحط الضرب بتاعه ونبدا نحسب الحسابات بتاعته. احنا اتفقنا ان السلم السنوي ده يا جماعه ممكن يكون عرض الدرجه فيه 80 سم بس، يعني عرض الدرجه فيه اللي هو الطول الظاهر، الطول الظاهر بتاعه 80 سم. انا خدت اهو الطول الظاهر ليه 80 سم. بعد كده انا هعمل اوفيس تاني 12 عشان اجيب الدروه بتاعه السلم، ودروه السلم يا جماعه طبقا للمواصفات والكود لا تقل عن 90 سم. كويس ان النقطه دي مهمه، انا كنت عايز اقول لكم عليها. وهقول لكم على تفصيله تاني مهمه خالص، كتير خالص من الزملاء ما بيردوش بالهم منها، هشرحها عشان ما انساهاش. احنا هنا يا جماعه لما جينا نرسم القطاع، اخدنا الدروه دي متر، واخدنا دي متر، واخدنا دي متر، واخدنا دي متر، واخدنا كل ده اخدناه متر. هل ده صح؟ لا ده غلط، لان ده مش مطابق لاشتراطات الكود المصري. الكود المصري بيقول لي ان انا كل ما بيزيد ارتفاعي، كل ما بيزيد الارتفاع بتاعي، كل ما الدروه دي المفروض تزيد. يعني كل ما المفروض الدروه فوق اللي هو الخمس ادوار، الدروه دي بتوصل ل 120. يعني انا خلي بالكم انا عملت موف هنا 20 سم للدروه. طيب الكلام ده بيفرق معايا؟ بيفرق معايا. يعني دي طبعا من احتياطات الامان للمنشأ، عشان الناس اللي ساكنه برضو من تبقى الامور بالنسبه لهم ايه مرتاحه، يعني او يبقى في عنصر امان اكتر. فكل ما المنشأ بيعلى كل ما الدروه دي بتزيد. فانا هعمل شيفت للكلام ده، كويس ان افتكرتها. 20 سم. طيب اللي هتفرق معايا ال 20 سم دي؟ هتفرق معايا، لان احنا اتفقنا ان انا بحط على المنشأ او على الجزء الدروه بتاع البلكونه هوريزونتال فورس مقداره 80 كيلو على المتر الطولي في المنشآت السكنيه، وبيوصل ل 150 في المسارح والمدارس وما خلاف ذلك. فده طبعا هيسبب لي زياده في المومنت المحسوب من الفورس الافقيه اللي جايه هنا على المنشأ. الجزئيه ديت كنت نسيت ان انا اشير اليها في المحاضرات، ومش كتير بياخد باله من هذا الكلام، مش كتير بياخد باله من هذا الكلام، ولا يمكن مهندس تنظيم نفسه يعني. عموما نبدا نكمل السلم. هنقطع المنطقه دي خلاص، انا مش محتاجه الزيادات دي. هعمل اوفست هنا برضه على 12 اهو، على 12. انا بخلص ان يكون عرض الدرجه هو الايه، هو ال 80 سم. ابدا اعمل شنفر على الجزء ده عشان اقطع الشغل على بعضيه اهو. محتاج برضه هنا بوينت 12 تاني على المنطقة دي عشان اشكل الفانوس بتاع السلم ان وجد، ان وجد. اعمل شنفر على الجزء ده اهو، ادوس برضه على انا بدوس على مسطرة المسافة عشان اكرر الامر تاني، ده في الاوتوكاد معروف يعني. برضه في حاجة، كل البرامج الانشائية تشترك فيها لما بجي اعمل سلكت على اي جوه الاوتوكاد زي الساب زي الاتاب. يعني لو انا هعمل سلكت عايز انشط، عايز انشط ده الخط ده مثلا، لو انا جيت فتحت بالفاره كده بدات من الشمال رحت لليمين، اللي هيتعمل له سلكت هو اللي هيخش جوه المستطيل اللي انا اخترت بيه. نقولها تاني، يعني لو انا وقفت هنا وعملت سلكت كده، يبقى مين اللي هيتشر؟ اللي هيتشر هو اللي داخل هذا المستطيل اللي انا فتحته ده. يبقى انا عندي الكيرفات دخلت وده دخل وده. طب ده ما جاش ليه؟ ده ما يجيش الا اذا انا اخدت بالشمال، كله بيتنشر. الكلام ده في كل البرامج الانشائيه، يمكن احنا بنعملها حركه بسيطه خالص جوه الاوتوكاد، انما هي برضو موجوده في الساب، هي موجوده في الايه؟ في برامج التصميم المختلفه. هنا حضراتكم نبدا نوزع الدرج بتاعنا. هنا الدرج ممكن يكون على 25 سم، وانا متخيل انا فاكر ان احنا كنا واخدين دي على 25. هناخد بارل 25 سم. المفروض في السكن على فكره دي 27 سم، ما تقلش عن 27 سم. انا هنا هاخد فيه اللي هو ده، هناخده 25 سم بس. نبدا نقطع
السلم بتاعنا او الطريق بتاعنا اهو خلاص كده. هعمل اوفست بقى على الكلام ده كمان 25 ونعد الدرج واحنا ماشيين برضه. هعد الدرج وانا ماشي واشوف ازاي استفيد حتى بالحته الصغيره دي ان شاء الله هنستفيد بيها. نقطع الزياده اللي موجوده هنا واقطع الزياده اللي موجوده هنا خلاص. اقيس المسافه دي اشوف هتكفي معايا حاجه ولا لا، هتكفي طبعا ان شاء الله. دي 80 سنتي يعني ممكن اخد ايه 3 درجات، اخد 3 درجات سلم بوينت 25 اوكي. ادي ايه 1 2 3 تمام. ممكن نعمل قط على دول كده مش هنحتاجهم في حاجه تانية. هنا حضراتكم انا خدت قايمه هنا اعمل قط على الزيادات اللي هنا عشان بس ما تتنسيش معايا. ممكن اعمل كمان درجه هشوف دلوقتي اهوت ادي 25 او ممكن اخد كوبي معلم على ده ولما اجي اعمل اخد النقطه اللي هاخد منها انا اخدها من هنا كده. هتقولوا لي دي نقصت عن 80، هناخد الشغل ده كله وارجعه بنص مسافه، يعني اقيس المسافه اللي كانت فاضله قد ايه وارجعه بنص المسافه ويبقى دي السلم بتاعي. اعمل موف بس ده هنا عشان بس ازود عدد الدرج عشان اقدر اخد ارتفاع الدور. ادي 1 2 3 4 5 6 7 ادي 14، 14 هنا 5 19، 19 تكفيني جدا جدا. وكمان انا مش محتاج الضرب يعني انا ممكن 18 اكتفي بال 18 واعمل موف للشغل ده اهو اهو إيه عشان اخلي دي قد دي. ممكن برضو نعمل شيفت صغير بنص الفرق يعني ما برضه شايف الشكل بتاعنا ايه واضح. خلاص انا خلصت السلم اللي هو ايه ها الثانوي، خلصت السلم الثانوي. نبدا نشكل المداخل بتاعتنا. ادي هيبقى مدخل شقه، هنا هيبقى مدخل شقه، هبدا اظبطه ادي مظبوط اخد عمودي او السناب يبقى شغاله اصلا اللي هو التراكنج. هعمل هنا اوفست على 12 اوكي. هعمل هنا اوفست على 12، ابدا اعمل شنفر على الحته دي من جوه عشان تقطع، اعمل شنفر على دي من جوه قطعت كده تمام. يبقى انا كده ده مدخل شقه وده مدخل شقه وابدا اظبط الدنيا هنا. ابص كده نظبط الاول الشقه اللي هي على ايدينا الشمال. انا عندي هنا في اوضه دي تخص الشقه دي، طب بابا هيبقى فين؟ هيبقى على السلم؟ مش منطقي الكلام ده، فاوتوماتيك انا لازم اظبط المنطقه دي بحيث ان باب الاوضه يفتح من هنا. ده يتم ان شاء الله بسهوله. انا هعمل هنا الف العمدان بتاعتي واعمل موف للعمود ده من هنا اهو تمام. العمود ده اللي بيهمني ده مش هنسيبه زي ما هو. هنخلق في المنطقه دي طرقه زي الطرقه اللي احنا كنا عاملينها هنا، افتح فيها مين؟ افتح فيها باب الاوضه، افتح فيها باب الاوضه، وبالتالي هضطر اطلع بالاوضه دي برج علشان المساحه بتاعتها. احنا ندلت الارقام اللي كنا بنحسب عليها الحيطان. احنا عندنا المسافه دي يا جماعه 3 متر 62 و12 يعني الاوضه دي 3.5، الاوضه دي كام؟ 3.5. طيب عشان اطلع ببرج بره، اطلع ببرج بره يبقى انا ليا نص الايه؟ ليا نص البلكونه او 5% من الشارع. احنا عندنا البلكونه 125 نصها يبقى 62.5. طيب لو انا عملت شيفت لده وطلعت ب 62.5 هتبقى المسافه دي 62.5، هل دي تغطي باب؟ مش هتغطي الباب. يبقى انا اخد الزياده بتاعتي منين؟ اخد الزياده بتاعتي من الاوضه. نبدا طب الاول نلف الشغل ده نظبطه. طبعا انا بعمل المضافيه ده كله لان انا في الاول عملت الايه؟ ها؟ عملته كخمس ادوار، انما انا كده انا هعمل البرج عشان واحنا بنشرح على برامج التصميم يبقى عندنا منشا كامل نقدر نشتغل عليه. ولو حبيت نزوده على 10 ادوار برضه تحت امركم لان في المنشات لما بتبقى عليه قوي بيبقى لها احتياطات اخرى. انا هعمل
دوست على حرف اليو مرتين عشان انا لما جيت عملت اكستند الخط غلطت فيه. نبدا نقول ان المنطقه دي انا عايز اسيب جيب هنا، الجيب ده هيبقى كام؟ هيبقى على الاقل خالص من بعد العمود ده متر، على الاقل خالص من بعد العمود ده متر. ابواب الغرف وابواب الحمامات وابواب الشقق هنعرفها بالتفصيل، اقل باب غرفه ما يقلش عن 90 سم، بيبان الحمامات والمطابخ ما تقلش عن 80 سم، باب الشقه ما يقلش عن متر. باب الشقه انا الارقام اللي بقولها لحضراتكم دي فتحات الايه؟ القانونيه. يبقى انا هعمل كوبي من ده، هطلع فوق عايز اطلع متر عن النقطه دي، هطلع متر عن النقطه دي، يبقى انا هطلع كده متر و12 وعندي 13 سم فرق، يبقى متر 25 هي ان شاء الله تديني متر كلير. هو المفروض 37 على ما اظن، المهم لو فيها غلط نصلح. هقيس المسافه اللي هي دي انا كده عشان اخلص باب الاوضه، ما بقاش شغال انا وتيجي الناس تشتغل، يجي البنا يشتغل، ابص الاقي نفسي مش ما عنديش بيبان للاوضه. انا كده تمام الجزء ده يتقطع عشان احط فيه بقى خلاص الباب ده، هعمل له اكستند كده، ده هنعمل له اكستند نقطع هنا ونشوف هنعمل الباب بتاع الاوضه، سواء هعمله من هنا هعمله من هنا، وهنشوف توزيعه البيبان يا جماعه مع بعض، ازاي احط الباب، ازاي احط باب الشباك، الحاجات دي كلها بتفرق خالص مع اليوزر بتاع اللي هو هيستعمل البيت نفسه. تمام كده حضراتكم، كده انا خلاص حليت المشكله بتاعت اللي كانت موجوده في الاوضه دي. انا فتحت الباب بتاعها اوتوماتيك، انا المنطقه دي ممكن اعملها بقى دوتد لاين عشان هتبقى زي الايه قرش خلاص. تمام كده هاخد الخطين دول هكملهم زي ما هم كده اهو، هاخد كوبي من ده احطه فوق. ده انا بوضح ان هنا في قرش يعني مش حيطه سد. اخد ماتش بروبتيز على هذا الخط، الخط ده اللي هو كان منقط اللي احنا كنا عملناه خلاص. تمام يبقى انا كده عرفت هنا انا عملت طرقه، الطرقه دي هخش منها الاوضه دي واخش الاوضه. طب نظبط ابعاد الاوضه بقى علشان ننهي النقطه دي. انا لفيت على فكره العمدان في هذا الاتجاه، العمود ده كان اتجاهه فين؟ كان اتجاهه كده، لان انا هبدا اقطع هنا وهبدا اطلع ببرج عشان ما يبقاش العمود بارز فين؟ بارز في الحيطه، بارز في الاوضه اسف. اتفقنا ان انا اقدر اطلع بره كام؟ 62 سم ونص، اتنين اطلع ال 62 سم ونص بتوعي. ابدا اقفل على عفوا البرنامج عشان بيحمل حاجات كتير شويه. اوكي ماشي، هو في حاجه انا ان شاء الله اظبطها. تمام هبدا اخد موازي 12 دبل 12 شوف على الحيطان، اعمل شنفر على الحته دي، اعمل شنفر على الحته دي. خلاص كده انا خلصت الاوضه بتاعتي. قبل ما امشي من الاوضه دي لازم اشوف مقاساتها، اشوف مطابقه ولا لا لاشتراطات الترخيص. اهو اخد المقاس من هنا لهنا، الكود الجديد ظريف خالص، قال لي ما تقلش عن 2.5 انا كده 2.88 انا سيف. قال لي المساحه ما تقلش عن 7.5 اكيد انا سيف برضه بالنسبه للمساحه يعني. اوكي كده يعني لوجيك شويه. طيب نفترض ان انا يا جماعه والله لا انا عايز اريح الاوضه دي شويه، عايز اوصل ل 3 متر، انا ممكن اشيل 12 سم من اي محور، من اي محور. انا حتى لو عملت هنا خطين متوازيين على 12 سم واقطعهم في هنا وازودهم واطرحهم من دي في منطقه الحمام، واخد الزياده اللي هاخدها من المحور ده احطها للمحور ده علشان اظبط بيه الاوضه دي، مفيش ما يمنع، مفيش ما يمنع. لذلك انا قلت لحضراتكم انا متعمد ان انا ابدا المشروع بتاعي من الالف الى الياء، بفكر معاكم برسم معاكم، لذلك انا عمال اعدل وعمال اقول والله طب اخش هنا ازاي، طب اعمل دي ايه، انا بحاول اتفاعل مع المنشأ عشان احس بكل نقطه فيه. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده، اصبح انا عفوا الدوران ده بقى ما بقالوش لازمه، لان انا مش هقدر اطلع من هنا واخش البلكونه، فهنرجع للشكل القديم. ويعني برضو عشان احافظ على السيمتريه شويه انا عندي الشكل ده ممكن اعمله هنا وممكن اعمله هنا،
ممكن يعني مبدئيا يعني انا ممكن اخد ده على بعضيه اهو، اخد ده كده لان انا خلاص مش محتاجه هنا، وانا هقطع البلكونه في هذا الاتجاه. بعد ما اختار دول انا هعمل لهم ميرور. منظر ده سوري احنا ممكن ما نعملش ميرور يعني، لا احنا ناخدهم كده كوبي، مش محتاج ان انا اعمل ميرور ولا حاجه، وابدا اخد دول مع بعضهم كده واعمل لهم امر موف اهو، اروح بيهم احطهم في هذا المكان وابدا اقطع البلكونه بتاعتي اهو. خلاص هنا ده الجزء اللي انا محتاجه بس، خلاص كده اوكي. اقطع الزيادات اللي انا مش هحتاجها في الشغل بتاعي اهو، تمام كده انا قطعته. وبرضه انا حافظت على الايه، حافظت على هذا الشكل. ده برج هيطلع، ده برج البلكونه هيطلع، وبالتالي البلكونه ديت ممكن اقصها على بعد 90 سنتي او متر، وممكن الخط ده نعمل له اكستند كده ونطلع بيه بره خالص، تمام. نبدا نعمل قطع للجزء ده عشان ده غير ده خالص اهو، اقطع من هنا. ده ارتفاعه متر او 110 او 120 على حسب ارتفاع المنشا، ودي الحيطه دي متصله مع الحيطه دي خلاص. دي البلكونه بتاعتي، اظبط البلكونه بقى شويه اهو. انا عملت امر شنفر على الجزء الاولاني وهعمل امر شنفر على الجزء الثاني، خلاص كده تمام. خلصنا الزيادات دي بقى تتشال، انا مش محتاج كل الدايمنشن اللي قدامي دي، ومش محتاج الخط ده، مش هحتاج طبعا الخطين دول. بنضف بقى كده انا المنشا بتاعي خلاص. ده هيبقى موجود في الدور الارضي بس، يعني توضيحه هنا مش هيبقى مطلوب. وممكن قوي اعمل خط دوتد لاين، يبقى انا وانا واقف في اي حته في المنشا عارف ان هنا في خط، في هنا عمود في الدور الايه الارض. احيانا بنلجا لهذا الكلام. طيب خلاص كده انا متهيألي الشقه دي اتظبطت، وهنشوف نبدا نحط ببانها. نبص على الشقه دي بالمره. هنا هيبقى باب اوضه، هنا باب اوضه خلاص. المسافه دي 185 وهنا متر. انا افضل اكنسل دي، ما اعملهاش بقى ايه خلاص، ما انا ما اعملش دي قرش، والنقطه دي اوقفها لحد خلاص هنا كده خلاص، لان دي بقت الصاله بتاعتي اللي هي 3 متر 62 في العرض ايا كان. واخد دي كمان صاله معيشه داخليه، مفيش ما يمنع بقى خلاص، لان انا عملت تخصيص للمساحه دي، هتبقى ان شاء الله مساحه كويسه خالص. يبقى دي الصاله سي ديت نعملها صالون او استقبال، ونسيب الصاله دي. يبقى نقعد نعمل ايه صالون، تمام كده. واعمل ديت صاله، يبقى انا عندي هنا في تعتبر صاله مزدوجه. اعمل هنا باب للصالون، واعمل هنا باب تاني لمين للصاله. دي اوضه الغرفه دي ممكن تبقى هي الصالون بتاع الشقه دي، اعمل لها باب من على السلم واسيب لها باب من جوه. يبقى انا لو عندي ضيف غريب يدخل الشقه بتاعتي ويطلع من بره، هنا برضو نفس الكلام، ما يجرحش اهل البيت، ما يخشش في الاماكن دي. دي كل دي تفاصيل سوق، اللي انا بتكلم فيه ده تفاصيل سوق. كده بقى لوجيك قوي. هنا هفتح الباب بتاع البلكونه دي خلاص، هنا باب للبلكونه دي، وهنا باب الاوضه، باب حمام، باب مطبخ. انا كده تقريبا خلصت الجزئيات اللي انا محتاجها بالنسبه للتخطيط المعماري لايه؟ للبرج. التخطيط المعماري للبرج. عايزين بقى نعرف نشيك على مكان الشيرول، واعرف المكان ده هل هيبقى مناسب ولا مش مناسب. وعايزين نبدا نحط البيبان والشبابيك، ونبدا نظبط المحاور بتاعت هذا الرسم. الكلام اللي هو على الجنب ده، الجيران والكلام ده كله انا مش محتاجه اهو، شفتوا. الدايمنشن دي كلها بقى انا ممكن امسح الدايمنشن دي، ونبدا يا جماعه نحط دايمنشن في طبقه. انا بس الابعاد دي اللي انا حطيتها دي في الشغل، انا كنت بحطها ليه؟ بحطها علشان يعني اختار منها المساحات والاماكن، افهم يعني العمليه ماشيه ازاي معايا. انا اخترتهم ودلتهم اوكي، وبعد كده اقيس في طبقه الدايمنشن ماشي، وممكن انا اعلم عليهم كده حضراتكم زي ما انا بعمل. بس انا طبعا الكلام ده اللي انا بعمله ده يعني
كده سخيف يعني. فانا بدل ما اعمل كده انا علمت كذا حاجه فيهم واحطهم في طبقه الدايمنشن اللي انا بشتغل بيها كطبقه دايمنشن. بعد كده اخد ماتش بروبرتيز واي خط بيقابلني اما كانش اما كانش في طبقه الدايمنشن اقدر احطه في طبقه الدايمنشن وانا ماشي كده. وهو الطبقه خلاص بتاخد الخصائص بتاخد نفس الفنطات وهكذا. طيب احنا كده انهينا الجزء ده، يبقى كده انا تقريبا نهيت الشكل العام بتاعي. ابدا احط المحاور بتاعتي. علشان احط المحاور اللي انا دلوقتي انا بعمل شغل مين؟ انا بعمل شغل المعماري. اللي انا بعمله ده هو شغل مين؟ اللي هي اللوحه اللي المفروض انها بتجيني جاهزه كسيفل انجينير وابدا انا اصمم. تمام يا جماعه؟ يعني اللوحه دي المفروض تجيني من المهندس المعماري وانا اصمم. بس انا ايه حبيت ان انا اعمل الرسومات ديت بنفسنا عشان نقدر ايه نستفيد يعني. هنا حضراتكم البلكونه دي صغرت قوي، والشقه ديت يعني بقى لها مساحه بلكونات هايله. يا ريت نقدر نعمل موف على هذا العمود وناخده في اتجاه العمود ده من تحت اهو حضراتكم. الفكره كلها ان انا هزود البلكونه دي من هنا، هزود البلكونه دي من هنا. انا كل اللي محتاجه هنا انا محتاج طول فقط اللي هو بعرض فتحة باب البلكونة، علشان من الصالون وانا هنا اقدر اخش استفيد من البلكونة. انا كل اللي هحتاجه هنا احتاج سي 120 بس، خلاص باخد داير على بعد 120 وهعمل موف لهذا الخط اجيبه هنا. واخدين بال حضراتكم ازاي؟ الخط ده انا هحتاج ان انا ايه انقله هنا. اوكي، يبقى انا هاخد ده وابدا اوديه على النقطه دي. خلاص كده اشيل ده ادلته خلاص. يبقى المسافه دي بقت 120. انا كده استفدت او زودت البلكونه بتاعت مين؟ بتاعت الشقه دي. بقى لها بلكونه 2 3 اللي هي ورا، وهنا طبعا ادي مساحه البلكونات تقريبا كويسه. يعني الحمد لله قدرنا نغطي متهيألي المعماري بصوره طيبه. واي مضيفاي برضه وانا شغال هعمله، يعني اي مضيفاي وانا شغال ارجع اعمله. ابدا احط اللي هي المحاور المعماريه بسرعه كده. حضراتكم انا كل اللي هعمله هنا انا باخد خط نص يعني، علشان المفروض ان انا بسنتر يعني المحور بتاعي في الحيطه، صح كده؟ ده كمعماري، انما انا مش جابك الشغل ده مش هنعمله احنا انشائيا. هيبقى لنا المحاور بتاعتنا اللي نحترمها داخل العمل. واخدين بال حضراتكم؟ تمام. انا كده خلصت الجزئيه دي. انا كنت عامل هنا يعني زي سنتر لاين للقطعه ككل في بدء العمل خالص، يعني لو تتذكر حضراتكم لو الخط ده مش باين ان هو سنتر لاين، بعد ما ادوس كلمه ايه ريفرش على اللوحه علشان تبدا ايه يظهر لي الخط. ان علمت على الخط ده اهو هو اللي في اللاير بتاعت السنتر لاين، وادي نوع الخط واضح قدامي. انا هاخد كوبي من ده وهنبدا نحطه في نص الخط اللي انا عملته عند الاسناب بتاعت الميد بوينت. مش شغاله، شغلها من السيتنج او ادوس عليها من الحاجات اللي كانت قدامي دي على الميد بوينت. اوكي، احطه هنا على الميد بوينت. ابدا اعمل بقى الايه، اشيل كل المنشن الخارجيه دي انا مش هحتاجها دلوقتي. الفكره كلها ان انا لما اجي احط المحاور دي هبدا اوزع الابعاد بتاعت المنشا. الابعاد بتاعت المنشا من بره، اول محور بيخص كل البرزات اللي في الواجهه. يعني انا عندي هنا في دوران، يبقى الدوران ده عرضه كذا. بعد كده في حيطه متصله، في شباك اقطع الشباك، عرض الشباك، عرض الباب، عرض وهكذا. اول خط، ثاني خط ممكن تبقى المسافات الكلير اللي هي موجوده هنا، تالت خط اللي هي سنتر تو سنتر، والخط الاخير بيبقى الخط الايه الاجمالي. فالمفترض ان هو مثلا كل خط بيبعد عن اللي ورا تقريبا بيبقى مثلا ايه في حدود السنتي، تقريبا في حدود السنتي. احنا عشان تبقى اللوحه شويه مرتاحه احنا هنخليه سي سنتي ونص، سنتي ونص. يبقى انا وانا بطبع دي اللوحه دي انا عايز الخط اللي هو هيجي بتاع اول خط دايمنشن يجيني على سنتي ونص. يعني انا ممكن اخد اوفست من ده عشان تبقى سنتي ونص، يبقى نعمله 0.75. تمام، عشان ده لما هيجي يترجم مع البلوتر هيبدا يشتغل على ان ده ايه، ها سنتي ونص. يبقى انا هاخد اهو مشيت هنا سنتي ونص
اطلع بره ده سنت ونص، وانا هقول لكم ليه انا عملت السنت ونص ده بره دلوقتي، ده علشان نظبط عليه القطع بتاع المحاور. نبدأ نعمل شنفر على الخطوط المساعدة اللي انا عملتها دي اهو اهو كده خلاص. انا بقفل الشكل بتاعي اهو اهو تمام. يبقى انا لما اجي اخد هعمل امتداد للمحور اللي انا خدته هنا، اعمل امتداد على مين؟ على الخطوط اللي هي موجودة في اتجاهه اهو كده. عملت كليك يمين اوكي كده، انا طولت الخط بتاعي. يبقى انا لما اخد كوبي من ده هضمن ان هو ايه ماشيين على محور واحد، يبقى كده احنا ماشيين على محور واحد. طيب دي نقطة. النقطة التانية هنبدأ ناخد ايه خط بارل ليه بره، صح كده، خط هنا وخط هنا وخط هنا وهكذا. اخد كوبي من دوت او انا سي اوفست برضه، يبقى 0.75 تاني اللي هو سنت ونص، وسنت ونص كتير يعني. انا بقول لكم حضراتكم سنت كويس خالص يعني، السنت يبقى رائع. واخدين بال حضراتكم؟ خط تالت هيبقى عليه الايه؟ التوتال دايمنشن اوفست 0.75 اهو توتال دايمنشن. انا طبعا كان المفروض الامر الاوفست ده امر متكرر يعني، بس انا كمني بتكلم وانا بشتغل، ففي حاجات بطلع من الامر وبرجع للامر تاني وهكذا. اللوحه دي ازود السكيل بتاعها شويه من حادي خلاص. يبقى انا لو كده قست اللوحه دي لما الراجل هيجي يطبعها لي هيطبعها لي تقريبا، هي كانت متر، احنا كنا ظابطينها متر، لا دلوقتي توصل ل 100، يبقى هتوصل لحوالي 120. يبقى اللوحه بتاعتي كده هتبقى 90 في 120 اللي الراجل هيطبعها لي تمام. ودي برده مقاس كويس مش وحش يعني. نعمل امتداد للون الخط، الخطين دول كده عشان ده بروز اللوحه. فاكرين ده البر ده الخط اللي احنا عملناه كان سنتي يعني، الخط ده كان سنتي. اشوف اللاين ويب بتاعه اهو، الخط ده كان سنتي. اشوفه هنا قفل معايا في حاجه اه، ده في خط ثالث اللي هو الخط رقم 3 راح مني تمام خلاص. يبقى انا كده سليم. ابدا اخد المحور ده وهبدا هعمل له كوبي على الخطوط اللي انا حطيتها. انا حطيت خطوط صغيره كده مساعده علشان يبقى شغلي ايه اهو سريع خلاص، واضمن ان كل الحدود بتاعتي من فوق ومن تحت سليم تمام اهو تمام كده. انا خلصت المحاور الرئيسيه اللي هي تخص الايه هنا. طب انا عندي هنا في محور اخده، انا عندي هنا محور اخده وهكذا. يبقى ان المحاور دي برضو هحتاج ان انا ايه احط لها. يبقى انا اهو حضراتكم اهو اخد كده تمام، اخد كوبي من ده اوتوماتيك سيف شغال الظهر. هاخد كوبي من ده احطه هنا عشان ابين الحيطه دي. هاخد برضه هنا اهو الحيطه دي لو برضه هيظهر لها محور، بس انا خليني في طول دلوقتي. هاخد كوبي من ده كوبي، لما اجي اخد الكوبي هنا اخده من النقطه اللي قدام دي عشان يبقى اهو. يبقى انا شغلي هعمل سكيب تاني اهو، انا باخد اهو انا اسف هاخد كوبي. يبقى انا بقف بس ايه ادي الشكل اللي انا هعمله كوبي، هاخده منين؟ هاخده من المنطقه دي. واخدين بال حضراتكم؟ واروح احطه في النص هنا، عندي خط تاني انا عملته احطه في النص هنا وهكذا. كده انا يعني بحاول اوضح محاوري كلها سليمه. الخط ده برضه هيحتاج في النص وهكذا طول ما انا ماشي. يبقى دي المحاور اللي انا طلعتها فوق في المشروع بتاعي. يبقى المحاور كلها، يبقى النجار وهو شغال، البنا وهو شغال، كل واحد بيلاقي الشغل بتاعه موجود، كل واحد يلاقي الشغل بتاعه موجود. انا عشان ما اضيعش وقتكم انا كده انا وضحت بس ازاي هعمل الايه المحاور. نفس الكلام اللي انا عملته، ما انساش اشيل الخطوط المساعده اللي انا حطيتها هنا، كل دي خطوط مساعده انا حطيتها جوه الشغل، ما انساش ان انا ايه ادلتها عشان ما يبقاش الرسم شكله مش شيك يعني. اهو دلت انا الحاجات دي. فانا نبدا نزود نكمل بقى المحاور عشان انا هجهزها اللوحه، بحيث ان احنا في المحاضره الثانيه ما نستنزفش وقت في الحاجات اللي زي دي. نفس اللي انا عملته في هذا الاتجاه هعمله فين؟ هعمله في الاتجاه العرضي.
اللي هو في الاتجاه ده، اخد برضو خطوط كده متوازيه وابدا احط الايه المحاور بتاعتي واخد المقاسات بتاع المحاور. يبقى انا عشان ما نضيعش وقتكم انا هاخد الجزء ده لوحدي كده وهظبط اللوحه واحطها لكم بقى بمحاورها وبالايه بالابعاد بتاعتها. يبقى احنا كده اسمنا ايه فنشنا لوحه بالمحاور بتاعتها. نبدا نتكلم على جزئيه صغيره وهي جزئيه وضع الابواب. يعني في جزئيه بس انا احب ان انا ايه اوضحها، وبرضو ايه بعد ما هنخلص احنا شرح مع بعضينا هنا هبدا اجهز لكم اللوحه برضو ان شاء الله واحنا شغالين. انا هنا كنت جايب مودلز للاشكال، ده ممكن استعمل وجاي، ده بستعمل وجاي. ادي حضراتكم انا كنت واخد حاجات ثابته اهي، واخد باب عرض متر، واخد باب عرض 80، واخد باب عرض 90. ده يناسب غرف، ده هيناسب لي اول شقه. طيب لحضراتكم ده هيناسب لي الشقه. ممكن حضراتكم كده انا واخد الارتفاع ده برضو عشان نبقى عارفين اهو، ده اللي هو ال 12 سم اللي هي بتاعت عرض الحيطه، دي ال 12 سم اللي هي بتاعت ايه؟ عرض الحيطه. محطوط بوينت 6، لا ده هنكبره شويه نخليه ايه؟ 12 سم. نرجع للمقاس ده، سوري. ماشي، ده المتر ده سليم، مفيش مشاكل فيه. ده انا هحتاج ان انا اكبره، يعني هعمل له موف لفوق اهو 6 سم تاني عشان يبقى بعرض الحيطه. يعني المفروض ده هيروح هيبقى بعرض الحيطه اللي موجوده. يبقى خلاص انا ده 12، يبقى لما انا اخد كوب من هنا واوديه هناك ما يبقاش في حته صغيره وفي حته كبيره، تبقى العمليه شكلها مش شيك يعني رسم. اوكي خلاص، انا كل اللي بحتاجه انا محتاج الفتحه من اول هنا، ده الراس بتاع الشغل بتاعي. فانا هقطع بقى الحتت اللي انا كنت عاملها زياده دي، ملهاش لازمه خالص، انا كنت بس عاملها لي انا خطوط مساعده كده. خلاص ادلت الجزء ده مش محتاجه، ادلت ده مش محتاجه، الشكل ده برضه انا مش هحتاجه. خلاص هنا في عندي جزء زايد اقطعه مش لازمه، هو برضه ده جزء من خط مش امتداد. خلاص ده اللي هو الايه الباب اللي هو المتر. ممكن اشوف بقى، هاخد منه كوبي كده واروح بيه على ناحيه الرسم عشان اشوف اتجاه الابواب بتاعتي اللي انا عايز افرشها فين. الكلام ده كله انا عندي في باب هيفتح كده، عندي هنا في باب هيفتح كده، عندي هنا في باب عكسي هيفتح كده. يبقى انا ممكن احط الموديل ده جنبي كده واقول والله انا هعمل ده ميرور، وهاخد ده اعمل موف، بلقطه من اخر نقطه فيه اهو، باخده من اخر نقطه فيه وبروح على المكان بتاع الباب. يبقى هنا انا فتحت الباب ده فين؟ فتحت الباب على الحيطه، فتحت الباب مش راح افتح الباب كده، لا انا راح افتح الباب على الحيطه. طب والله انا عندي في اللي هي العصفوره اللي بتبقى في نهايه الباب والكلام ده كله، اعلم ده كله كده حضراتكم واعمل له موف بسيط. انا بهتم بالتفاصيل المعماريه علشان برضه ايه لما نطلع اللوحه كناس انشائيين بتوع عماره ما يضحكوش علينا، يعني نحاول قدر المستطاع ان احنا نعمل الشغل السليم. بالاضافه لان احنا دايما يا اخوانا نبص على شغل اخواننا المعماريين ونتعلم، يعني مفيش ما يمنع ان احنا نتعلم. يعني احنا نبص على حاجه لقيت شكل كويس، لقيت فكره محطوطه حلوه، اخدها واستفيد بيها في شغلي واطور نفسي. احنا عندنا هنا في باب تاني هيتعمل، طب الباب ده انا هفتحه كده ولا كده؟ هقول لكم انتوا احرار. انما اللوجيك يعني انا لو عندي ضيف دخل هنا الصالون ده فيه ناس، يبقى المفروض الباب ده لما يفتح على الاقل يستر المنطقه دي، لان المنطقه دي هتبقى طبعا قرش اهو. نوضحه عشان ما يبقاش الحاجات اللي احنا ايه عايزينها كلها وانا شغال انا ببدا اضيف وببدا اعدل واظبط نفسي بحيث ان يبقى انا شغلي طالع ان شاء الله شكله كويس. ماتش بروبتس على الجزء اللي هو بتاع القرش اهو، الخطوط المقطعه اهو اقطعه. خلاص كده يا جماعه، يبقى المفروض ان انا لما اجي اعمل الباب ده هنا هعمله بحيث يفتح في هذا الاتجاه، يقوم لو انا عندي ضيف هنا وست البيت داخله او ناس داخلين هنا يبقى اللي هنا ما يشوفش ده ما يجرحوش يعني هو داخل. اوكي طيب نبدا نروح على ده ونعمل له ميرور في هذا الاتجاه برضه، ده اعمله انا بشكل بس ايه اربع خمس بان عشان اخد الاتجاه اللي انا عايزه، انا ما اقعدش ايه كل شويه اشوف ده فين وده فين، او باخد كوبي من دول برضه بطلعهم فوق بعمل لهم دوران، واللي عاوز اخده اللي عاوزه اخده. انا بجهز مودلز سريعه خالص واللي عاوز اخده. طيب انا عايز باب الشقه ده قلنا يفتح فين؟ هيفتح في هذا الاتجاه، يبقى المودلز بتاعي اهو اخده. لما اجي هعمل له موف
اطلع من هنا بقى، انا اتعلمت ان في حته صغيره فوق بلقط الحته دي كده اهو وبطلع عشان ما اقعدش كل شويه اغير حضراتكم وابدا احطه هنا خلاص في مكانه. اللي هيفتح الباب الشقه التاني اللي في وشه ده هيناسبني اهو، اخده موف اطلع بس شويه صغيره اوكي، فافتح باب الشقه بتاعتي اوكي خلاص. نبدا نقطع الخطوط اللي هنا، يبقى انا كده فتحت بيبان الشقه كده، بقى الامر بسيط، وضحت الجزء ده وضحت ده وضحت ده، اتفقنا ان احنا لما هنيجي على اوضه زي دي هيبقى لي هنا باب وهيبقى لي هنا ايه باب، طب افتحه فين وافتح الشباك فين؟ باذن الله تعالى هنستكمل المرحله الصغيره دي، لان فتحات البيبان والشبابيك يعني هي صحيح بسيطه، انما انا بعتبرها برضو مهمه علشان تريح ست البيت او تريح الناس اللي بتفرش الشقه بتاعتها، يبقى عندهم مساحات من الحيطان صلد يقدر يحط العفش بتاعه ان شاء الله. كده انا ان شاء الله خلصت المحاضره رقم 15 عشان اقدر ارفعها بسرعه، وان شاء الله باذن الله هنبدا المرحله الجايه في استكمال ما انتهينا اليه، ونبدا نرمي الشغل ده كله على الارض وعلى كذا، ونشوف التظبيطات اللي احنا بنعملها، نشوف السلم ده صح بالمره ونحل التهويه بتاعته، وهل شرط ليه تهويه ولا مش شرط ليه تهويه، هنشرح الكلام، لان ده يعتبر سلم خدمي او اداري. المنشات الاداريه يا جماعه لها مواصفات اخرى غير المنشأة. انا كده بشرح السكني، بشرح سكني. هذا واصلى الله على العلي القدير التيسير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.